واخد بالك يا كامل؟ ايوه واخد. واخد بالك؟ ايوه. بانت لبتها، بانت رؤيتها كده. احنا متراقبين فهم نظم رسم شرع يا كامل. الناس حكيتهم اتجننوا ولا ايه؟ واقتراحاتك يا ايور، اروح ابلغ الحكومه قالهم في جماعه سنيه منعنا وزع مخدرات على الناس، تعالوا اقبضوا عليهم. لا احنا زي ما لقينا سكه للناس بتوع المينا والجمارك اكيد لنا حد من حبايبنا هيبقى في المديريه، زينا زي غيرنا يعني. دي سكه خطره يا جدع، احنا لسه على قدنا، ما بدأناش، احنا بقالنا سنتين بس في اللعبه دي، ما احنا زي الكبار اللي الداخليه بتحميهم، ولا ده وقتها اساسا. لا ده بقى وقتها. بقول لك ايه، هو انت فاكر لما تقول شفع بيه يبقى انا شفع بيه؟ افهم يا جدع، الناس بتوع الجمارك دول طيور اليفه، بيراقبوا البضاعه كده كل شيء، ان كانوا مش عارفين ايه اللي فيها، وبيكرمونا في السعر وكل حاجه، وبيرضوا بالحب اللي احنا بنرميه زي الحمامه لا مؤاخذه لما ترمي لها اي حب تاكله. لكن بقى بتوع الداخليه طيور جرحى، ما يملاش عينهم الا اللحمه، واحنا حته اللحمه على قدنا يا اخويا، ويا دوب ربنا اكرمنا بحته ملعب نلعب فيه، الصيدليات اللي فتحناها في الاقاليم، نقوم نجيب لعيب رزق ندخله معانا الملعب، ما يبصلناش ويقطع علينا ميه ونور. ايه هنعتزل؟ لا احنا هنطاطل المساله. ازاي؟ كده اهو. ايه عمرك ما طاططش؟ لا. رد عليا يا محمود، انت بتعمل ايه بالظبط؟ اللي انت بتعمله ده غلط وهيوديك في داهيه ويمكن يودينا كلنا. الحاجه ما يستاهلش منك كده. رد عليا. الله لا يسيء. وبعدين بقى بنت الناس، انا سايبك بقالك ساعه بتعيطي، قلت عشان تهدى، لكن واضح ان مفيش فايده. انت مخلصي علبتين مناديل يا انسه. انا نفسي افهم بس كل ده ليه؟ عشان الشخص اللي انا شفته يا شيخه ده كبير ونفتين وخلاص. بعدين يا انسه سلوى، انت مش خايفه حد يشوفنا في الشارع وانت بتعيطي؟ روحي عادي في البيت، البيت حلو. انا اسفه، اصلي مش عايزه اروح البيت الا لما اهدى شويه. بابا لو شافني كده هيشك فيا، وانا مش ضامنه نفسي. لو بصيت في عينيه هنهار واحكي له كل حاجه. وماله، مش عيب ده مهما كان ابوك، بس اهم حاجه في الموضوع ان سيرتي ما تجيش. ازاي ده؟ نفسي احكي للدنيا كلها على جدعنتك ورجولتك، ده ولا كاني اختك يا ستي. الله يبارك لك، انا اصلي بخاف من الحسد، مش عايز جدعنتي تتنظر. اقول لك على حاجه، انت عندك حق، اقعدي عيطي وفضي كل العياط هنا في الجنينه، روحي براحتك، انا ضامنك بس مش ضامن الحاج. في ايه بس تاني يا بنت الناس؟ في ايه؟ بقول لك ايه، انت لو قلقان عشان الواد فاروق ده يخلب الاتفاق اللي عمله معايا، انسي، اقسم بالله انفذ تهديدي معاه. وقفي بقى مطور العياط اللي هيتحرق ده. انا فعلا كان نفسي اتجوزه، كان حلم حياتي اني اتجوزه، عشان كده سبت نفسي معاه على الاخر، صدقته، حبيته من كل قلبي. بس اخر حاجه كنت اتوقعها ان يوم ما اتجوزه تبقى بالطريقه دي. أقوم أهبدلك دماغي في النخلة، أرمي لك نفسي تحت عربية عشان ترتاحي يا شيخة. ده أنا فاكرك كل ده بتعيطي عشان هتقعدي في وش أمه لحد ما يجور في داهية. عمرك ما هتفهم الإحساس اللي أنا بحسه، تلاقيك ما جربتش الحب. ليه؟ قاعدة مع جدي؟ أيوة كده يا شيخة اتحكي. مين قالك إن أنا ما حبيتش يا أنسة سلوى؟ أكيد حبيت. بس ايه علاقة الحب ان الواحد يوقف مخه ويبطل يفكر لما يلاقي نفسه هيروح في داهية؟ الحب ده اجمل حاجة في الدنيا، بس في نفس الوقت ممكن يضيع الانسان. لو الواحد ساب نفسه للحب والجمال مشاعره من غير ما يفكر في المسؤولية اللي هيبقى فيها، مش بس ممكن يتورط، ممكن يأذي اللي بيحبه كمان، واللي بيحب بجد مش ممكن يأذي اللي بيحبه. لحد هنا وعيطي بقى براحتك، خدي وعيطي لي معاك. الله يبارك لك، الله يخرب بيتك يا حسين. انت ايه اللي يخليكي تقفي وتتكلمي معاها اصلا؟ يعني ايه ليه؟ مش عايزك تاخدي بالك؟ حتى لو في سوبر ماركت ما تقفيش مع حد ما تعرفهوش.
انت مش عارفه طبيعه شغل جوزك وعارفه بيشتغل ايه؟ يا بنت الحلال ما حدش مراقبك ولا حاجه، والله ما حد مراقبك. بس افرض حد يعني. خلاص خلاص ما فيش حاجه. انا بس مضغوط من الشغل شويه. المهم اوعى تفتح الظرف اللي هي الست اديتهولك. انت بتهزري؟ افرض حد عايز يأذيكي ولاش عرفني. انت مش عارفه انا بشتغل مع مين؟ يعني لازم تكون منقبه عشان تأذيكي يعني؟ من ممكن يعملوا اي حاجه يا ستي، يأجروا اي حد ما تكونش عارفاه وما تشكيش فيه. طب انت فاكره شكل الست دي اصلا؟ نهار اسود، يعني ايه لابسه نضاره شمس؟ انت مش لسه بتقولي ما قبلها من ساعه؟ ده ما يخليكيش تشكي. اه طبعا لازم تشكي وتقولها مش هاخد منك حاجه. طب لما شفتها بتجري كده مش تبلغي الامن وتتصرفي؟ خلاص خلاص اهو ده اللي حصل، ما تفتحيش الظرف وخلاص. شوف الكلام بقى يعني ايه؟ انت بتهزر ولا بتتكلمي بجد؟ يا خرابي على دماغ النسوان. خلاص يا ست ما تزعليش، الستات بلاش النسوان خلاص. استنيني لما اروح وانا افتحه قدام عينيك. اه يا ست عشان لو في حاجه نتضر سوا. يا ستي ولا اخونك ولا نيلة، انا بخون ايه بس؟ ولا لاقي وقت عشان اخون؟ معلش يا حبيبتي معلش، والله ما مشكلة وقت. انا بحبك انت ولا بفكر في غيرك، خلاص بقى. انا في الشغل. بقولك انا في الشغل. خلينا في الظرف اللي معاك ده دلوقتي. ارجوك ما تفتحهوش. يا ستي مش عشان خاطري، عشان خاطر الولاد حتى. افرض لا قدر الله يكون في الظرف حاجة. بلاش الكلام ده يحصل وانا مش في البيت. مش هتأخر، مش هتأخر والله، قبل النشر هكون عندك. يلا بقى، يلا يا حبيبتي، يلا عشان عندي ميتنج. باي باي يا حبيبتي. يا ولاد الكلب. هيعملوا عليها عصابة؟ ماشي. والله ما انا سايبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من اتبع الهدى. بقول نتوكل على الله بقى؟ مش فاهم. أصلاً صليت ركعتين استخارة لله عز وجل والحمد لله، تبت وندمت على ما فعلت ولن أعود اللي يغضب ربنا ويأذي الناس. برضو مش فاهمك. بقول يعني نطلع الجماعة بتوعكم أخدهم وياها المخزن اللي مخبي فيه البضاعة اللي الشيطان وزني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي بحها للناس. نطلع كده جماعة بإذن الله على الكنال عشان نرماها في البحر علبة علبة، ولو عايزين شريط شريط، ولو حابين حباية حباية. ده بس عشان أثبت لكم إن أنا نويت والنية خالصة أن لن أعود للي يغضب ربنا مرة تانية والدين النصيحة والنصيحة واجبة. إحنا نضمن منين إن الحبوب اللي أنت هترميها دي هي كل الكمية اللي عندك؟ يا مولانا من ستر مؤمنا والستر مطلوب. يعني إيه يا أخويا؟ إحنا ما حدش جابرنا على حاجة يا أخويا. كامل؟ في إيه؟ جرى لك يا جدع؟ شيخنا سأل سؤال من حقه يسأل. الله، سوء الظن من حسن الفطن. مش هما بيقولوا كده برضه يا سيدنا؟ بس على فكره نسيت اقول لك ان انا عندي خلفيه وثقافه دينيه، بس منه لله الشيطان طلع عفريت بقى. بس اسمحوا لي، الوجوه الوسيمه دي دخلت في النوايا، والنوايا دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، واحنا يا عباد الله مالناش الا الظاهر. الظاهر يا جماعه دول مش مقتنعين بالكلام ده. بص احنا ما بنخافش من حد، بس احنا اقتنعنا باننا نحكم ضمايرنا، انما لو مش عاجبكم خلاص. طب خلاص خلاص، يلا بينا اخدكم على الاخر. لقد الله امرا كان مفعولا.
إذا توكلنا على الله. تفضلوا. ها تمام؟ بقينا أحسن؟ الحمد لله. الحمد لله يا ستي. أنا آسفة إني عطلتك معايا. لا ما تقوليش كده. أنت أبوكي راجل صاحب فضل عليا. وبعدين عندي خوات بنات. ده إيه هو. هو مين؟ فاروق. فاروق؟ أروح أمك. أنت بتتكلم ليه قد تاني؟ لا مالكش كلام معاها يا حبيبي. كلمت أهلك ولا لسه؟ يلا أدغور جاتك البلا. الجهاز ده لازم يتولع فيه حالا. قفلت ليه السكة في وشه؟ مش جايز يكون حاس بغلطته وعايز يعتذر لي؟ يا نهار اسود، لحقتي حنيتي؟ مش ده اللي كنت بتعيطي عليه من شويه 8 كيلو دموع؟ احن لمين بس؟ انا بس مستغربه انه بيتكلم على طول بعد اللي انت عملته معاه. فبقول يعني يمكن ده هو. لا وهنصرفه ازاي ده بقى غاوي يتهزق؟ لا ارجوك سيبني ارد عليه. انا عايز اعرف بيتكلم ليه؟ مش جايز يكون في حاجه حصلت؟ انا اسفه لو ده يضايقك مش هرد. يا ستي هو جوز امي، ما تردي عليه. انا ما انا ليه بضيع وقتي معاكي اساسا؟ انا مش عارف. لا ارجوك ما تسيبنيش، كمل جميلك معايا. انا حاسه ان في خير في المكالمه دي. صدقني انا عارفه اني مش هون عليه. شفت؟ هبعت لي مسج. ردي عليا لو سمحتي، والله بحبك. شفت يا ستي؟ هو انا ولي امرك؟ يا رب تتجوزوا انتوا الاثنين وتبقوا اسعد اثنين في الدنيا. انا عايز اروح انام. سلام عليكم. لا عشان خاطري، انا عايز اخد رايك في الهولهولي عشان خاطر ربنا. انت مش لسه قايلني زي اختك؟ حاضر يا اختي، اتفضلي ردي. انا كان مالي يا رب ومال الهم ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. الله يخرب بيت امك يا حسين. ممنوع ركن هنا يا باشا. معلش بقى دفعه، مش لاقي مكان. ما انت شايف العربيه صغيره ازاي، عايز الحق القداس. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا هندسه، بس ما تاخرش. رايح فين؟ الباب من هنا. هشتري كارت شحن. ما تاخرش. طيب خلي بالك من العربيه. فجروا كنيسة ماري جرجس يا فندم. نهار اسود، امتى حصل الكلام ده؟ من 5 دقايق تقريبا. بيقولوا في ناس كتير ماتت فوق ال 100 واحد. 100 واحد؟ كان طارق بيه خليه حصلنا على هناك. حاضر. يلا بسرعة. حاضر يا فندم، حاضر. الله على السلامة. اتأخرتي قوي. أنا خلصت كل الأكل اللي سبتهولي ونمت عشان أهرب من الجوع. من هنا والشفا. يلا. إيه الدلع ده كله؟ كله تمام يا فندم. داليا سلمت الظرف لمرات هيثم وطارت قبل ما حد يشوفها. زمانه دلوقتي إيه؟ بيلف حوالين نفسه. آه صحيح. أنت ما شفتش إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ انت مش مشغل التلفزيون؟ ما انا خفت يعمل صوت فخوف يسمع. ده انا حتى قفلت الموبايل. على فكره شكله دخل من ساعه. لا تتعدى الست سنوات. ما قلتليش ايه اللي حصل؟ فجروا كنيسه مار جرجس. ايه؟ امتى؟ من ساعه تقريبا. انت عرفتي منين؟ وهران الخضيري ساكنه هناك، بتقول لك الدنيا مقلوبه عندهم وفي ناس كتيره ماتت. يا حرام، ده النهارده كان عندهم قداس. ولاد الكلب يا مجرمين. طبعا ما البلد متسابه لهم على البحري. وبتوع امن الدوله بدلا ما يركزوا معاهم مركزين معانا احنا. الجزيره مش جايبه حاجه ليه؟ انت مش بتقولي من ساعه؟ استحاله يكون الخبر وصل لهم. بنقول ان الشاعر او الفنان عامه تخلي التلفزيون المصري يجيب حاجه زي دي. استني بقى لما ينزل خبر على العربيه والجزيره وبعدين هم يبقوا ينزلوا. يعني على الناس اللي ماتت أكيد فيهم أطفال وستات.
وراهنك ولا هيمسكوا حد من اللي عملوا الجريمه دي، زيها زي اللي قبلها، اخرهم ينزلوا يلموا في العيال المدقون وينفخوا لهم كام واحد وخلاص. ومش الارهاب الديني ده بتاع الباشا برضو؟ ما هو لو كان شايف شغله صح ما كانش ده حصل، بدل ما هو عمال يعتقل بتوع الاخوان ويجند مشايخ السلفيين. يا نهار اسود، دي الكنيسه دي جنب الشقه اللي ساكن فيها محمود. طب وايه انت فاكر عملوا ايه يوم كنيسه محرم بيه؟ نزلوا على كل الشقق المفروشه اللي حواليها عشان يلموا العيال المدقون، عشان يعملوا من وراهم شغل. طيب اخوك ماله، مال الكلام ده؟ ده ساكن معاه واحد سلفي دقنه قد كده، اكيد متسجل عندهم، خصوصا ان الشقه جنب الكنيسه. طب ما تقلقش، هما حتى لو جم هيقعدوا على الراجل ده، بس مش هيجوا جنب اخوك، ده راجل في حاله، هما لسه مطلعينه. انت بتعمل ايه؟ لازم انزل اروح. تنزل تروح فين بس؟ انت ناسي الشنطه اللي انا سايبها عنده فيها ايه؟ اه صحيح، تفتكر هياخدوا بالهم منها؟ مش عايز اجازف، ده لسه طالع من مصيبه امي كانت هتروح فيها. يا ريتني كنت جبت الشنطه هنا. طب انا خايف يعملوا حمله مداهمه وانت هناك. ما تقلقيش، هما طول عمرهم رد فعلهم بطيء، هيقعدوا يلفوا حوالين نفسهم الاول ويفكروا، ولو ما لقوش حد يلبسوها له هينزلوا يعتقلوا عشوائي. لازم انزل دلوقتي. طب على مالك، على مالك. افتحي يا راجيه، افتحي. مين معاك؟ انا سامع صوته. هي حصلت؟ وادي المخبأ الامن اتضرب، هودي الشنطه فين بقى؟ افتحي يا راجل، مش عايز اعلي صوتي واعمل فضايح. افتحي. هاتي مفتاح عربيتك. اول ما تخلص تكلمني، فاهم؟ خلي بالك من نفسك، لازم اشوفك النهارده. ايه؟ افتحي. فين الحيوان ده؟ معلش يا دكتور، انت مش غريب، ده مين؟ اديك هات. ما عاد عينا بالك قد ايه؟ يعني يومين ثلاثة كده، مش فاكرة. ما هو معلش بقى يا شامل، ما هو هيثم صاحبك هو وزمايله مطلعين له أمر اعتقال، ما اقفش جنبه يعني؟ وبعدين بذمتك أنت يا شامل، بذمتك يرضيك أشوف جوزي بيتبهدل قدامي وأقف أتفرج عليه؟ جوزك؟ هو أنت فاكر إن أنا ممكن أدخل راجل غريب أوضتي؟ عيب عليك، عيب. ده أنا بنت أصوله متربية كويس. اخص عليك. ايوه يا هيثم باشا، انا اسف يا فندم. عارف والله يا فندم، كان الله في عون سعادتك. حاضر يا فندم. قصيد احمد عبد الناصر دخل دلوقتي العماره ساكن فيها اخوه دلوقتي حالا، نازل من العربيه كان سيئه شبه عربيه القريصه راجيه بالظبط. اه والله يا فندم، بس انا ما معيش حاضر اتصرف سعادتك يا فندم، تحت امر سيادتك، في انتظار امر سيادتك يا فندم. ايوه اهلا، ازيك يا ابو حميد؟ اخو الغالي تعالى اتفضل ادخل. محمود هنا؟ لا لسه ما جاش. طب انا كنت جاي بس اخد الشنطه عشان طالع رشيد دلوقتي. اجيبها لك. طب اشوف لك محمود شايلها فين الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه لقيتها لك؟ تعالى هنا، دي حاجة الراجل ازاي تديها له؟ ايه يا جدع انت، ما هخرج راجل يا جدع، في ايه؟ لا مش هينفع ياخدها. يعني ايه مش هينفع؟ دي شنطتي يا ابني. زي ما سمعت كده، دي مش كرخانة، دي شقة محترم. ايه يا ام اسماعيل؟
يا عم اسماعيل مالك؟ واي حد يزق باب باب الشقه برجله يدخل ياخد اللي هو عايزه وهي مش كده ابدا. ايه انت هتعمل لي حدوته؟ بس ده مش اي حد، ده اخو جامد ها، ودي حاجته وهو مديهاله قدامي عينيا امبارح بالليل. بقول لك يا عم اسماعيل بلا جامد بلا طار يا عم اسماعيل، مفيش الكلام ده. بقول لك يا عم اسماعيل مش هياخدها، افرض احنا اديناها له وهو خدها وجا هو ما لقاهاش، يقوم بقى هو يسرقنا ويوجع دماغنا. ايه في ايه يا عاصم؟ انت تتحول ولا ايه؟ ايه يا عم انت اتجننت ولا ايه؟ ما تبقاش رخم، الراجل بيقول لك لازم يسافر بالشنطه رشيد. خلاص يكلمه في التليفون يقول نديها له نديها له يا سيدي. كلمته تليفونه مقفول. لا ما هقول لك ايه، بص ده حيطه سد، ده خالص مش هتعرف تاخد منه عقد نافع خالص. اذا كان محمود قافل تليفونه فده قطع شحن. تعالى بقى نطلع بره اعمل لك شاي لحد ما محمود يجي هو على وصول. طب مش هو كان معاك في الورشه، هو راح فين؟ هقول لك ايه بس، راح يقضي مشوار وخلاص. تعالى بقى علقلك على الشاي وهتشم شويه هوا بره تحفه. كتر خيرك، بس فعلا انا مستعجل ومحتاج الشنطه فورا. وانا قلت لك مش هتاخدها. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ بصفتي اقدم واحد في الشقه دي، يعني تقدر تقول بحكم امير الشقه. امير ايه يا عم الحلو واحنا في جماعه؟ بصفتك ارخم واحد في الشقه. انت ولا بتبص لي كده ليه؟ ما انت اصلك لو تعرف اللي فيها ما تقولش كلمه امير دي على لسانك. والله انا ما بجيبش حاجه من دماغي، ده حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وحديث صحيح. اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. طالب الولايه لا يولى يا سيدي، ما انتش لوحدك اللي عارف شرع ربنا. انا بقى خلعتك من الولايه وهاخد الشنطه وامشي. استنى انا هنا محمود يكلمني يا عم اسماعيل. خد يلا سيبني اهدى مهار سيبني يا اسماعيل. وانا اللي بقول عليك امير، اقعد يا عم بقى خلاص اهدى. ده اخد جامد يا عم. اثبت عندك ولا حركت واخد عليك. بقى لك اثبت عندك ما تحركش. انا ثابت اهو اهدى بس. في ايه؟ مش عايز اسمع صوتك يخلص خالص. الصبر حدود. قلت لي تعالى اقف معايا وهو بيكلمني عشان ما يحصلش مشاكل، جيت معاك. موقفني طبق ساتلايت في اسكندريه والساحل الشمالي شايفني. قلت وماله؟ يا بخت من وفق راسين في الحلال وربنا يستر على ولايانا. انما بالشكل ده انتوا ناقصتكم خدتين ولحاف. فاروق وافق اتجوزني يا محمود. شيخ هتلاقي لي هيتجوزك بالجزمه، ده انت اللي هتتجوزيه. هيتجوزني بكره. بكره؟ يا ما شاء الله. ولحقت تقنع اهلك ان شاء الله؟ لا ما هو مش هيقول لاهله دلوقتي. امال امتى؟ في اسبوع ابنكم؟ اصل انتوا مش عارفين، انا لو فتحتهم دلوقتي في موضوع الجواز هيرفضوا. وش انا لسه في الجامعه، وبعدين لو قلت لهم انا عايز اتجوز هيقولوا لي ما عندك بنات العيله اولى بيك. ساعتها اخش انا بقى في قصص وحكايات قديمه انا في غنى عنها. والله يا عندك حق يا روقة. امال هتقنع اهلك ازاي انك تتجوزها بكره؟ هيتجوز عرفي لغايه ما يتخرج. عرفي؟ نعم يا اختي. اتهبلت يا بنت يا ابن الكلب. لا يا ده انت حطيتها في دماغك بقى. انت ايه يا شيطان؟ بس مفيش شيطان قصير كده. مين صاحب الفكره دي يالا؟ سيبه لو سمحت يا محمود. انا مش فاهم ايه اللي مدخلك ما بيننا. الست دي بكره هتبقى مراتي وهي مش قاصر. اطلع انت منها بقى. ها ساكته ليه يا بنت الناس؟ اه يا بنت الك لو على ايه ده، انا كل اللي مصبرني عليك ابوكي. بس لو فاهمه ان انا هسكت على الكلام ده تبقي غلطانه. لو نطقت بكلمه هتقول له ان انت ابتزيتها وخرجت معاها والراجل اللي شافكوا اللي في الورشه شاهد عليكوا وهي حكيت لي على كل حاجه. ساعتها ابوها هيشاهد الراجل اللي شافكوا وهتبقى انت في الشارع يا نجم. والله العظيم يا حلاوتكم انتوا الاثنين. قالوا انا اللي فاكركم قاعدين بتتكلموا في توضيب شقه الزوجيه. هنحط السفره ورا باب الشقه. طب الكرانيش لونها ايه؟ اداريكم بتتفقوا عليا. طب وحياه امك؟ لا هكون بكره رايح لابوكي وحكي له على كل اللي حاصل، ولو على الشغلانه تولع الشغلانه اللي توقفني اريال، ادي اخره الجدعانه. لا يا محمود هم ما يقصدش، انا عارفه انك جدع والله، ما يرضكش ان ابويا يقتلني. مين اللي قال لك؟ ده انا نفسي ابوكي يقتلك ويولع فيكم انتوا الاثنين بجاز وسخ، وهتشوفي بكره يا سلوى.
اما انت بقى حلو فده عربون المحبة لحد ما اشوفك بكره. ايه يا الحكايه هتقف على كده ولا هيفضلوا حاطيننا في دماغهم؟ دماغهم هم دول عندهم دماغ يا جدع. انت شايف بيصوروا بالموبايل في عز الضلمه. دلوقتي هم يفرحوا ويحسوا انهم انتصروا الانتصار المبين، وماله احنا بقى نهدى شويه ونرجع للشغل القديم. الحلال في بركه كامل ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، ربنا يقوي ايمانك. كلها كام شهر وينسوا. نطلع احنا اللي تحت البلاطه، نجيب شويه بضاعه نشتغل فيهم كده على الهادي لحد ما نقع على مصدر نجيب منه البضاعه اللي احنا عايزينها، وربنا يبارك لنا في النت. بعدنا عن اي حد وما حوجناش لاي حد. بس انا خايف. لا ما تخافش يا جدع. خايف من ايه؟ انا خايف الناس بتوع الدلتا يستغيبونا يقوم يدوروا على مصدر غيرنا ويشتروا منه. وماله، نفتح اسواق جديده يا جدع. الصعيد احنا ليه مهملين الصعيد كامل؟ الصعيد محتاجنا يا جدع. بس انا ما اعرفش حد في الصعيد ولا اعرف صعيدي. يعني انا اللي اعرف يا عم هي مسلسلات صعيدي اسبوع تقعد تقر فيها كده شويه تلاقي نفسك بتتكلم صعيدي. انت بس اللي متشائم على طول. انا مش متشائم، ربنا يخليك للغلابه دي احنا بنتعلم منك. بارك الله في الشباب، ربنا يبارك فيكم وفي سواعدكم ويبارك لنا فيكم يا رب. انا كنت عايز امد ايدي معاكم انا والاخ كامل نساعد ونرمي، بس يعني قلنا احسن تفتكروها خدعه ولا حاجه. كنت فين من زمان؟ عشان تمنعوا اللي زي من الحرام، تقطعوا اي ايد تتمد للحرام. استسماح يعني، ممكن نسخه من الكليب؟ يا فندم اللي حصل ده اكيد مؤامره خارجيه، حد جاي من بره اسكندريه. مش ببرر فشل يا فندم، انا متحمل المسؤوليه. يا فندم انا حبيت بس اعرف حضرتك ان لا يمكن يكون ورا الحادثه دي اي عنصر من العناصر المرصوده جوه اسكندريه، كله يا فندم تحت المراقبه. يا فندم حتى اللي بعد المراجعات ووقفوا عنف مش عاطين حد امان خالص، كله متراقب. يا فندم اكيد من بره اسكندريه. انا مش ببرر، انا لو ما وصلتش يا فندم للي ورا الحادثه دي انا هقدم استقالتي فورا. معاك يا فندم. فعلا يا فندم هي مذبحه، بس يعني اللي ماتوا كلهم 18 مش ميات زي ما بيقولوا. مش ببرر يا فندم والله، انا اسف يا فندم، اسف. نعم يا سي زفت، مش ناقصاك خالص. عمال تتصل بيها بقالك ساعة، في ايه؟ طبعا ما جبتش الواد واداك على قفاك، انا مشغل معاه بهايم. عايزيننا نبقى الاف بي اي ونتنبأ بالحادثة قبل وقوعها وانا معايا بهايم. سيادتك شوف اللي جوه الشنطة الأول بس يا فندم. فين الشنطة؟ جايب لي غياراته؟ أعمل بقى إيه؟ غور من قدامي دلوقتي. يا فندم لو سمحت شوف اللي جوه الشنطة وسعادتك هكافئني إني ما ضربتش على الواد نار ولا قتلته. كان زمانه سرته اتدفن معاه. طيب يا سيدي وريني اللي في الشنطة، وإياك تطلع حاجة تافهة، هطلع غل كله فيك. مش مصحش يا باشا. اقعد. تشرب ايه؟ مصحش يا باشا. العفو يا باشا. خلاص سكرك كام؟ 3 معالق. اقعد. انا بعمل لك النسكافيه، عايزك تركز معايا بقى، عايزك تحكي لي كل حاجة حتى لو شايفها تافهة.
قلت لي كان في حد فيهم خراط ولا كلهم ميكانيكيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك يا جامد؟ مفيش اسماعيل. مفيش اسماعيل. وانا اللي قلت ان انت هتيجي مبسوط ومزقطط وفرحان وعامل دماغ. اوعى يكون الحاج شافكم. شافكم؟ هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. ما انا قلت لك لو كنت رديت عليا وسمعت نصيحتي اللي لوجه الله ما كانش كل ده حصل. طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في ايه يا اسماعيل بس يا اخي؟ انا جاي تعبان وعايز انام، سيبني في حالي بقى. ماشي ماشي سيبني في حالي دلوقتي يا اسماعيل. ماشي وانا اللي قاعد قلقان وبهر وانكت في نفسي دلوقتي. مفيش اسماعيل. ماشي خلاص. طب اسال احمد كده لما اتكلمه انا كنت قلقان عليك قد ايه. احمد مين؟ احمد اخويا؟ اه ما هو قعد يكلمك لقى تليفونك مقفول، جه على هنا وكان شكله كده مش طبيعي ومقلق، كان عايز الشنطه اللي سابها لك امبارح. عاصم قفش عليه وما كانش عايز يديها له، بس ما تقلقش انا وقفت معاه واديته الشنطه عشان يلحق يسافر رشيد. امتى حصل الكلام ده؟ ده من يجي ساعتين. ما انت طبعا نايم في العسل ومظبط حالك يا معلم. مظبط ايه وعسل انت الاخر؟ انا ناقصك. استنى ما اكلمه. على فكره يا ولد عم، اخوك عمل عركه كبيره تحت. كنت واقف انشر خلاجاتي، بصيت لقيت صوت عراج جاي من تحت، ولقيت اخوك بيجري على عربية وطلع طلعه امريكاني. بعد شويه لقيت واحد بيجري وراه بمسدس، بس ما لحقوش يعني. مسدس؟ الله اكبر. ابو الهول سكت ظهرا ونطق تخريفا. انا كان قلبي حاسس ان الراجل ده بيشرب بانجو في السر. انا مش قلت لك مالكش صالح؟ فين يا ابو عمو؟ انا كلمتك؟ انا عم اكلم الباشمهندس. طب ما قلتليش ليه يا عبد الرحيم؟ واقول لك ليه؟ انت صالحك ايه بالحكايه دي يعني؟ كنت هتعمل له ايه؟ انا قلت اقول للباشمهندس بس عشان اطمن على اخوه. على فكره يا باشمهندس، اخوك ده طلع واعر جاي في السواقه، طلع ولا الافلام. احمد موبايله مقفول يا اخي. لا ده مرض وراثي في العيله بقى. مالك يا حوده في ايه؟ ما تقلقش. الجدع اللي اسمه عبد الرحيم ده دماغه في الليمون، يعني ما تاخدش على كلامه. زي ما قال لك عاصم كده، يسكت وينطق تخريف. وبعدين مسدس ايه وامريكاني؟ احنا عايشين في شيكاغو يا عم. عبد الرحيم بيتكلم صح، وانا جاي الدنيا كانت مقلوبه، وسمعتهم في الميكروباص بيقولوا ان في كنيسه جنبنا انفجرت. المباحث والمخبرين مرشقين في كل حته تحت، دول شافوا بطاقتي 3 مرات. ايوه بس احمد ماله ومال الكلام ده؟ ده لسه عيل. هو صوت الفرقعه اللي كان من شويه ده صوت انفجار كنيسه؟ ايه ده، هي لا تكون مبسوط وفرحان. اعوذ بالله يا اخي، هفرح على ايه؟ قالوا لك عليا جزار. هو بكره بقى هيقرفونا انا واللي زي، وتفتيش وقرف في اللجان واستدعاءات للمديريه وشوف بطاقته. حاجه توجع القلب بالظبط زي ايام كنيسه محرم بيه. انت يا بني ادم انت ايه؟ ما عندكش دم؟ بيقول لك في كنيسه انفجرت، يعني اكيد في ناس ماتوا. ده بيقول لك فوق ال 200 واحد ماتوا. ما احنا معزولين عن العالم بالدشمه اللي احنا عايشين فيها دي. شايف؟ بيقول لك فوق ال 200 ماتوا، وانت كل اللي همك هيحققوا معايا، هيوقفوني في اللجان. انت يا بني ادم انت ايه؟ انت ما عندكش دم، انت بني ادم عجيب اصلا، ما تتعاطف مع الناس اللي ماتت حتى. الله، انت مالك يا اخي؟ مالك ومال؟ عايز مني ايه؟ ها؟ اقعد صيح عليهم دموع انت لو عايز، اقعد. لكن تسيبني في حالي. وبعدين ايه القرف ده؟ مش كفايه ان عدتك اللي انت عملته لما اخوه جه ياخد الشنطه؟ هو ده احمد في حاجه؟ لا بس ما كانش عايز يديله الشنطه. اصل البيه انت ما تعرفش، ده نصب نفسه امير للشقه واحنا ما نعرفش. لما بقى يستدعوك في المديريه ويحققوا معاك او يوقفوك في اي لجنه، يبقى اقول لهم انا امير الشقه عشان يعاملوك معامله الامراء ويدوك المنفخ الاميري. يا ترى انت فين يا احمد؟ ايوه كده تمام. ده حتى لما يحاولوا يعملوا تتبع مش هيعرفوا يوصلوا لك. وانا بكره وانا جايه لكم الفيلا هجيب لك معايا شريحه جديده. لا بلاش، انا متاكد انهم هيراقبوكي عشان يوصلوا لي. ما تخافش عليا بقى، ده انا بقيت متدربه. انا عشان اقابل شادي غيرت 5 تاكسيات. حبيبتي النهارده مش مقياس، هم ملخومين باللي حصل في الكنيسه. اول ما يشوفوا اللي في الشنطه مش هيهدوا غير لما يوصلوا لي. وانت عارفه بقى هيثم، انت اول حد هيفكر فيه عشان يوصل لي. وايه الشنطه جات له على الطبطاب؟ يا عم انت مكبر الموضوع ليه؟ الشنطة دي ملهاش أي قيمة قانونية أساسا، كل اللي فيها شوية كتب وورق مطبوع من على النت وصور، يعني ما تعملش ربع قضية محترمة. الحمد لله إن اللابتوب كمان ما وقعش في إيديهم. لا في دي بقى ما تقلقش،
ان انا خبيتهولك ورا دولاب شامل شخصيا، اخر حته ممكن تخطر على بال. اول ما الدنيا تهدى هجيبهولك واجي. مش عارف، قلبي لسه مقبوض، حاسس اني دبست الواد محمود معايا. يا عم هو ماله اصلا؟ ده انت انقذته فعلا. تخيل بقى لو كان لقيوا الشنطه دي عنده في البيت، كان هو شال الليله. ما تنسيش تروحي للورشه بكره وتطمنيه ان انا كويس. كان نفسي اكلمه بس خايف يكونوا مراقبين تليفونه هو كمان. حاضر، هروح له بكره الصبح. اهدى بقى، هو انت ضامن موضوع فيلة عمتك ده؟ مش كنا بيتنا عند حد من صحابنا في اسكندريه؟ اهو يدارى وسط زحمه الناس. لا، اسكندريه دلوقتي خطر، كل ساعه تلاقيها مترشحه ظباط ومخبرين اكتر واكتر. طبعا لازم يلاقوا صيده يقدموها للرئيسه بتوعها، وعمتي اصلا في مصر واهلي في الساحل، يعني محدش هيعرف ان احمد بايت معايا. المهم دلوقتي انت اول ما تطلع على طريق المعموره تكسر شمال بعد السيوف عشان تهرب من الكمين اللي بعديها. شفت الفشل؟ عمرك شفت لجنه ثابته في مكانها عمرها ما تتحرك؟ وقال ايه، هم دول اللي هيمنعوا الارهاب. المهم كلميني اول ما توصلي على الفيلا من اي كشك. يلا خلي بالك من نفسك. وانت كمان. يلا خلي بالك منه يا شادي. ماشي سوقي. Yeah.